قال الخبير السياحي الزبير وحود خلال استضافته في برنامج موضوع اليوم الذي بث على قناة ملي ان تي في، قال إن مجموعة من المغاربة يقضون عطلة عيد الأضحى في الفنادق المصنفة والمجمعات السياحية نظرا للعروض السياحية المهمة والمغرية التي يوفرها الفاعلون في هذا القطاع. الملاحظة الأساسية أن كاين وعي كبير اليوم بالأهمية ديال السياحة الداخلية، وانا غادي نقولها بارقام وندوز لعيد الاضحى، لان في 20 سنه الماضيه، 20 سنه من 2000 ل 2019 تقريبا، الليالي السياحه الداخليه ارتفع بواحد الشكل كبير، يعني كاين طلب للسياحه الداخليه مقارنه مع السياحه الدوليه. جوج الارقام، السياحه الداخليه ارتفعت ب 245% في هذه الفتره، السياحه الدوليه غير ب 54%. اذا كاين طلب، ولكن بالمقابل هناك مناسبات كان في الاول يصعب انك تقنع المغربي ياخذ العطله ديالو ويجي للفنادق، ولهذا لما تم التفكير جيدا لما لا كانت التجربه، لما لا نعرضوا على هذا السائح المغربي اللي يمكن له يجي للفندق انه يمارس كذلك الشعائر الدينيه ديالو وهو في الفندق. وبدات العمليات وبدات تتطور، واليوم اصبحت أنا البارحة وفي صدد تأكد مجموعة المناطق، يعني سألت أقصى نقطة تقريبا عندنا في يعني الداخلة، وسألت وسمعت أن هناك عروض كذلك لقضاء العطلة ديال العيد في الفندق. مراكش مجموعة تاع المدن غادي يكونوا في مدن الشمال إلى آخره، وبصيغ مختلفة. هناك من يقترح مثلا تاع العائلات أن تأتي بالخروف ديالها ومعدل لهم أماكن فين يمكن لهم يقوموا بالشعائر ديالهم، وبعد ذلك يتم تصدق، يتم يعني أخذ جزء من الأضحية إلى آخره. فهذا كان تفكير إيجابي اللي تم الوقت اللي كان ربما عندنا حاجز، اليوم أصبح فرصة، وخصوصا لما يعني يتزامن عطلة عيد الأضحى مع العطلة الصيفية اللي معروف كيكون إقبال كبير لا من الجالية المغربية اللي كتدخل، وحنا كنحيوها على الأعداد الكبيرة اللي جات به واللي بقات في أيام الأزمات كتدخل أموال كبيرة للمغرب وكتجي تزور بلادها، وكانت هي صدمة بالأمان إلى جانب السياحة الداخلية. فتقريبا هذا تجاوب، هذا تفكير إيجابي كاين عند المهنيين.